تذكر أيها الزوج الكريم، قبل أن يوقعك الشيطان في حبائل الخيانة، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا يورث الفقر، وأنه سلف ودين سوف تقضيه ويقضى عليك في يوم من الأيام. تذكر أن من زنى يزنى به ولو بعد حين أو بأهل بيته والعياذ بالله، أو كما جاء في بعض الروايات. تذكر أن الزنا فاحشة عظيمة تخرب البيوت والمجتمعات. تذكر أن زوجتك تخاف الله فيك، فخف الله أنت واتق الله فيها. إن من الأشياء التي تمنع الخيانة الزوجية غضك للبصر. ثم لا تسافر وحدك، كلما استطعت أن تأخذ زوجتك خذها معك، خذها معك لتعفك وتحافظ على أخلاقك ودينك وأنت بعيد عن بلادك. أيضا لا تصادق أصدقاء السوء الذين يملؤون الرؤوس بالمعاصي والذنوب والشرب والخروج مع النساء. تذكر أن الله يسمع ويرى، هي تنتظرك في البيت وأنت تخونها خارج البيت. أيها الزوج الكريم، إنني أهيب بك رفقا بالقوارير. كم من بيوت خربت بسبب خيانة الزوج مع الخادمة أو مع الصديقة أو مع سكرتيرة في العمل. لماذا الخيانة؟ ماذا سنأخذ منها؟ إن زوجتك حلالك. تذكر أن الحرام الذي تذهب إليه كاللحم الخبيث الذي يملأه الدود، أنت تأكل منه، ترضى لنفسك وتترك اللحم الحلال، تترك زوجتك التي زينها الله لك لتعفك. أخي الكريم، شدد على نفسك في هذا الأمر. لقد انتشرت الخيانات وكثرت القضايا بالمحاكم بسبب خيانة شريك الحياة. الخيانة قد تكون خيانة كبرى أو خيانة كلمة عندما طرق في التعامل مع النساء. الله يخليك، أنا أقول لك في هذه الحلقة، دعك من خدمة الأرامل المطلقات. خلاص خصصت العمل الصالح للأرامل المطلقات، تركت كل أمور الدين والأعمال الصالحة. إن هذا طريق يأتي إليك الشيطان ومدخل من مداخل الشيطان. أخي الكريم، لا تخلون بامرأة، لأن النبي حرم ذلك وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يقول الصحابة حتى ولو كان يعلمها القرآن يا رسول الله، واحد بيعلمها الدين، شاب بيعلم طالبة في الجامعة مسائل في الدين وبيدرسوا الفقه، بيدرسوا الفقه الساعة 2 و3 بالليل على التليفون أو على السكايب أو الإنترنت، هل هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم وفي بناتكم، وليتذكر كل من يسمعني قول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا ابن آدم، الديان لا يموت، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال ربنا تبارك وتعالى. رفقا بها.